ايه يا فندم؟ كده العيال هياخدوا بالهم بقى. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو دي مهمه. تتفق. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي. فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر؟ فندم بص، شايف العيال مسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتلمسني زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. ايه يا بسيوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي، يا ابو العزايم يا زوبه. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اعزمك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. افتح يا ماي على الاخر. روح يا هفن معاهم، روح يا هفن. هفن معاهم. سيادة القبطان عاوزة ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوه صح؟ ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيلي ان شاء الله. لا انا عايزة اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقة. عاوز تغطسي في الشقة؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده تغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. فوزية مسافرة وعامل حفلة، بس حازم جالك على غفلة. إني ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك، صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. أنا عموما بص يا حازم، أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعات؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الآداب عشان أتستر على جرايمك. يا بجم افهم، أنا فعلا ابتديت إجراءات نقلك، بس أنت ساعدني. نقل إيه يا أبي وتكلفة إيه؟ كنت مثل الأعلى وخلاص انهارت. يا سفاح الأندر إيدج. اخرس ولد حازم. حبيبي وحشتني عزمي، انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه فظيعه. اوضتك دي؟ ها اوضتك. ايوه ايوه. سريرك؟ ايوه سريرك ده. والحافي بجد؟ ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موتي حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي، بعدين. بقول لك ايه يا عزمي؟ الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايدج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟
أنا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم، حكاية الرحلات دي زادت عن حدها قوي لدرجة إنها بدأت تأثر على المستوى التعليمي للجامعة. ما تيجي نتكلم بصراحة، أنا فاتح الجامعة دي بيزنس أفيد التعليم إنما المكسب نمرة واحد عندي، وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة، رحلات حفلات، مش هنصرف على الجامعة من جبنة يعني. بس احنا دلوقتي بنعمل رحلة كل أسبوع يا فندم، واحتمال قريب يبقوا رحلتين في الأسبوع. مش الطلب عايزين كده؟ أنا تحت أمرهم. احنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوتة لأن كبتها في خطر على مستقبل مصر. الكلام ده مش مظبوط يا فندم، وبيتجاوز كل الخطوط الحمراء. سوري، أنا مضطر ألغي الرحلة دي. أنت نسيت نفسك ولا إيه يا دكتور؟ اتفضل. وعلى فكرة أنا كنت صريح معاك من أول لحظة، ده مشروع استثماري. اديتهم له الصح أنت يا ريس. تمام كده، قال نلغي الرحلات، ده عايز يخرب بيت أبونا ده ولا إيه؟ أنا كده خلصت المنهج. تذاكروا صفحة 1 وصفحة 36 والباقي مشطوب. يلا باي على رنات بقى. الله يخرب بيت شرطك يا بسوم، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. ليه يا عم، في ايه؟ قعدت تقول لي خلي ابوك يتقدم لها رسمي، رحت قلت لابويا، قال لي جواز مين دلوقتي يا فاشل؟ ابوك قالك يا فاشل؟ ده قال له يا فاشل وقتله. يا ريتها جت على كده وبس. ده قال لي كمان انا بصرف عليك علشان خاطر امك، روح بقى خلي غنى الكباريهات تنفعك. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى عشان هو كده كرهك بجد. انا مش عارف اعمل ايه يا بسوم. بسوم انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت. لا انت مش عارف، انا ممكن انتحر يا بسوم. بسوم انا ممكن انتحر صدقني. يا عم اهدى يا عم، هنتصرف. حمزه عايزك تهدى. بسوم انت مش حاسس باللي جوايا؟ انا لو امل سابتني هنتحر بجد. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ شوف، هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية، فردوس، من رمين، أمل، من الآنسة أمل، ربة الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 بمعرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظر ضعيف. ده ابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. في حمز. أنا عندي سؤالين. أوي أوي، إحنا جاهزين مش جاهزين يا طبعًا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا أنا ما أسمح لكش. أنا قلت لا حمزة. لا من فضلك. في إيه يا أستاذ؟ إحنا صعيدة. لا لا يعني إيه ست تصرف على راجل؟ هدي أعصابك. إيه يعني الكلمة؟ صبر حس نفسك. في إيه يا أستاذ؟ يعني الكلمة قبل ما تقول لي حاجة خالص. أنت تصرف أنت عندك الصوت كده أنا ما عملتش حاجة. أنت جايش في الليل. أنا مش عيب. أنا ما غلطتش يا أستاذ. يا جماعة معقولة؟ أنا ما كلمتوش. جايين نهد النفوس يا عزمي. خلاص. عزمي إيه تراخر؟ يا جماعة عادعين وصابتنا. أنا آسف. طيب يعني الأستاذ حمزة معاه إيه؟ 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب إن شاء الله. معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعدة دي. ونعم بالله. أنا طبعًا ونعم يعني بالله. هو خريج إيه؟ حمزة مطرب يا فندم. مطرب؟ والله. أمال؟ بيعرف يغني؟ ده أنا مربيه على الطرب الأصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش. طبعا كامل الخلعي. طبعا. حسن ابو لخد. علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له؟ ايه ده؟ دي رائعة من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عاملة اعلى ايرادات في المهندسين. اسأل شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه تاني. معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه. سعاد ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي.
اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لهمني على امل بس، ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نروح ايه بس توري اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. ومين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب انا جاي معادي بالثانيه. الله، ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عيط منك في الشارع. لا ما تعيطش والنبي. العيط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش، تعالي انت هتتكلم معايا. ليه؟ تعالي يلا، بلاش وقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه؟ طيب انا اشرح لك. اركب معايا انا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه. بعدين لو عندك ملايه بيضه خط بيها على طول. بتركبي جمل يا انجي؟ السلام عليكم. خمس اذاكر اخر صف على اليمين. معاك 70 جنيه. معاك 70 جنيه. معاك 70 جنيه. خمس اذاكر. خمس اذاكر. معاك 70 جنيه. الباقي الباقي يا ريس. الباقي الباقي. لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. ايه كل واحد فيك يقعد على 20 جنيه يا عم؟ هنديهم لك الحساب يجمع. ها جبت كام تذكره؟ خمس تذاكر. والخمسه بقى لمين ان شاء الله؟ مش بسوني جاي معانا يا دي النيله؟ هو كل شويه بسوني تضطرنا في الخروجات. بقول لك ايه يا جماعه؟ السلام عليكم. ازيك؟ يا حلو ده قوي. يلا يا جماعه الفيلم بدا ولا لسه؟ اه تقريبا ابتدى. طب يلا اتفضل اتفضل. عجبك الفيلم؟ عجبني قوي يا بسون، بس انت مش متخيله بحب الافلام الرومانسيه قد ايه. بحبها قوي قوي قوي. انت عارفه ان فيكي حاجات كتير حلوه خدت بالي منها، بس مش عارف ليه مصممه تبقي كده. كده يعني ايه؟ يعني السهر، الشله، لبسك في بعض الاوقات. انجي انت ممكن تبقي انسانه تانيه خالص واحسن. بسون انت فاكر ان انا مبسوطه كده؟ طب اقول لك على سر. مريم انا اول مره حد يتكلم معايا كده. اصحابي دايما بيجاملوني، بس وين انا مش لاقي البني ادم اللي يغيرني. طب لو لقيتيه تتغيري بجد يا انجي؟ يا ريت الاقيه. هو فين؟